أنا شاب في الثلاثين من عمري، كنت أصلي الصلوات الخمس منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري، ولكنني كنت أصليها أحيانا قضاء وأحيانا حاضرة وأحيانا أتحرك كثيرا وأعبث وأحيانا لا أزهر في الجهرية ولا أعرف كيفية صلاة المسبوق ولا سجود السهو، وكذلك كنت. وهذا الذي يحيرني أكثر، أصلي الصبح ركعتين فأتشهد في الركعة الأولى وأتشهد في الركعة الثانية. المهم أنني أصلي حسب معرفتي، لأنني لم أكن أتقن العلوم الشرعية، والآن والحمد لله تبت إلى الله منذ السنة الماضية وتعلمت الأحكام الشرعية. ولكن ما يقلقني فعلا هو السنوات الماضية، هل أعيد ما صليته طيلة السنوات الماضية بحكم أنني كافر أم لا قضاء علي؟ وهل صلاة الصبح في السنوات الماضية بالطريقة التي ذكرت صحيحة ويجب علي القضاء أيضا؟ أرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا. أولا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه من صلاته وغيرها، وأن لا يفتخر أو يكتفي بما جرت العادة به أو يقلد الجهال أو لا يسأل أهل العلم. الواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه وأن يتعلم، إما عن طريق الدراسة وإما عن طريق السؤال لأهل العلم. قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يبقى الإنسان في جهله ويؤدي العبادات على رسم العادة والتقليد بدون فقه ومعرفة لأحكام الشريعة، فإن هذا لا يجوز من المسلم. والتعليم ميسر ولله الحمد لمن اهتم به، كذلك سؤال أهل العلم ميسر، إما بالمشافهة وإما بالكتابة وإما بالمكالمة التليفون، فهذا أمر ميسر لكن تاج الاهتمام. فما جرى من السائل طيلة المدة السابقة من أنه يصلي على غير الكيفية الشرعية فهذا أمر خطأ، ولكن نظرا لجهله وأنه صلى وأدى الصلاة حسب استطاعته صلاته صحيحة إن شاء الله، وليس هو بكافر لأنه أدى الصلاة بقدر جهده ومعرفته، وإن كان قصر في كونه لم يسأل ولم يبحث فصلاته بما مضى نرجو أن تكون مجزية وأنه معلوم بالجهل. ولأن إعادة جميع الصلوات الماضية في وقت قد تطاول هذا مما يشق ويكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن عليه بالمحافظة على الصلاة في المستقبل، عليه أيضا التفقه في دينه، معرفة أحكام صلاته عبادته على وجه المشروع، وأن لا يستمر في جهله وإغراقه في التقليد الأعمى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.